أنا محترف منذ 22 عاماً، وهذا جزء من رحلتي لأكون رجلاً أفضل، لاعباً أفضل، وأباً أفضل. هذا الفيديو مصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي، يظهر هذا اللاعب وهو يتكلم باللغة العربية وبطلاقة، وعشرات الفيديوهات المماثلة على منصات التواصل الاجتماعي انتشارها أصبح واسعاً. شخصية سياسية وفنية ورياضية تتكلم في أمور غير منسوبة لها ولكن بصوتها الحقيقي، كل ذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي. هذا التجربة عشتها، أنهم داروا تصويرة تاعي وهدرت هدرة ما هدرتهاش، وبالصوت تاعي حتى كما يقولوا في الصوت تاعي الصوت تاعي الدواء، بقيت خالع. سرقة البصمة الصوتية باستعمال الذكاء الاصطناعي وتفعيلها في فيديوهات بالصوت الحقيقي لصاحبها دون علمه نهائيا، الخطر الخفي وراء الذكاء الاصطناعي. من الذكاء الاصطناعي خايفين منه باسكو دوك ولا يخلي تقولك ويدير لك فيديو ترقد وتنوض تلقى روحك في فيديو ودور في التواصل الاجتماعي وتقول في كلام اللي انت اصلا ما قلتوش ولا تدير في افعال اللي انت اصلا ما درتهاش، ويمكن تلحق بك انك يدخلوك في جرائم ولا يدخلوك في متاهات اللي انت اصلا ما عرفكش كاع واش صاري، ما عرفكش وين كنت. محمد شاب جزائري يروي كيف استطاع الذكاء الاصطناعي أن يدمر علاقته الزوجية بفيديو واحد مفبرك باستعمال البصمة الصوتية الخاصة به بعدما تم سرقتها من أحد أقارب زوجته واستعمالها فيما دمر أسرته. كنت نتوقع باللي يجي نهار وين أنا نوقع في مشكل من هذا النوع. أنا عندي خطيبتي، كنت معها هذه مدة خاطبين فيونسي كلش، ومن بعد ضربنا مدة ما حكيناش مع بعضنا، كان سوء تفاهم بيناتنا. من بعد هي بعثت بالخطأ، أنها بعثت ميمو فوكال تاعي لبنت خالتها، وبنت خالتها هذه كانت كما نقولوا احنا جيني في البرمجيات وتخدم هذو العفايس هذو. احنا للأسف في الآونة الأخيرة احنا الناس ولات تستعمل الذكاء الاصطناعي من اجل فبركة فيديوهات بكلام او بتصريحات اشخاص تكون مشهورة ولا اشخاص سياسية، ويديروا كما يقولك لقطات او الفاظ او يستعملوا حتى الغناء يمس بشخصية هذا الشخص بزاف. فملي كيعتقدوا انه القانون ما يعاقبش، القانون يعاقب عليها، ونلقاو انه كاين كنشوفوا للوقائع اللي من نقدروا نسبوها المادة 303 من قانون العقوبات. 303 جات كما يقول لك لي المشرع الجزائري، كانت صدرت 2006، المشرع الجزائري كي مشى مع التطور الموجود كانت 2006، وضع المادة 303 اللي تتكلم داخلة في الالتقاط والتسجيل والصور والمكالمات والتسجيلات. حنا كي نشوفوا هذه البصمة الصوتية وين نقدروا نحطوها في المادة 303. كي ما سوء تفاهم هذاك بيناتنا ضربنا مدة، حتى انا عيط لي باباها يقول لي اروح تدي دوزانكم، اروح سي بون خلاص مكتوب بيناتكم. قلت له علاش خير ان شاء الله، حبيت نعرف واش كاين. قلت له انا ما حبستش، قال لي كيف ما حبستش وانت راك بعثت لها ميمو فوكال باللي راك تقول بعثتو عن طريق شخص اخر، وبلي تقول خلاص بيناتكم وسي بون وانا ما نوليش، وقلت كلام كبير اللي ما ينقالش. قلت له انا ما قلتش. قال لي مستحيل انك ما قلتش الميمو فوكالور موجود. وكاين الناس ما عندوش حتى فائده ني ماديه ني معنويه يديرها فتره هكذا من اجل الاستهزاء ولا من اجل انه اشخاص واحد اخرين باش يضحكهم، يلقى روحه في المؤسسه العقابيه، واي عقوبات عقوبه من 6 ل 3 سنوات. قالوا لي الميمو فوكال هذاك، انا ما صدقتش واش راني نسمع في صوتي ونفسي شو انا نقول في كلام اللي انا ما قلتوش. كنشوفوا الماده نقراوها، الماده 303 من قانون العقوبات كيتكلم لك كل من تعمد المساس بالحياه الخاصه للاشخاص. انت هذه هي كي استعملتها، ما انت راك دنيت الحياه الخاصه للاشخاص كما باي تقنيه. هنا المشرع الجزائري واش خلاها باي تقنيه معناتها البصمه الصوتيه، المشرع الجزائري خلاها مفتوحه معناتها باي تقنيه البصمه الصوتيه عن طريق الذكاء الاصطناعي باستعمال الاشخاص معناتها المادة تمشي مع الواقع والواقع الموجودة تبقى للمادة.
الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا، بدأت عن طريق المزاح لكن تحولت إلى حد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. نعرف صوت سيكوا طابور، عندنا مجموعة على فريكونس اهتزازات تاع لي موليكول، دونك كل صوت ولا أي صوت بشري نعرفوه عنده دي فريكونس آسيس، يعني مجموعة تاع لي فريكونس تشكل البصمة الصوتية تاعك. حتى كي نسمعوه في تليفون نعرفوا بلي هذاك هو البنادم. دونك السيرفو تاعنا راح يديتيكتي هذوك لي فريكونس، اون فوا تكون عندهم لا بريزونس في الـ في الـ في لا بلاج ديكواليزاسيون تاعو، تما راح تعقل هذاك البنادم اللي يهضر معاك. دونك مجموعه تاع لي فريكونس يسموهم لي فريكونس اسيس. فوالا هذه البصمه الصوتيه. البصمه الصوتيه كما اي بصمه تاع الصباع ولا الريكونيسونس فاسيال ولا مجموعه تاع لي دوني تقدر تونجيسريها نورمال عادي. الوغ تقدر تعقل هذيك البصمه الصوتيه عادي. دونك بلانتيليجونس ارتيفيسيال ما على باليش كومون كسا سباس الالغوريثم، مي لانتيليجونس ارتيفيسيال تقدر تحفظ هذيك البصمه ودير عليها دي موديفيكاسيون، يعني لي اوتور ولا لي غراف لي زيغو هذا فايس كاع تقدر دير عليها دي موديفيكاسيون وتما راح تستعملها كيما تحب بلانتيليجونس ارتيفيسيال. مي ما نقدروش نديروها مانيوالمون باسكو الا قدرت انا زعما نكوبي لي دوني تاع البصمه الصوتيه ولا لو تامبر فوكال كيما نقولوا راح نسيباريه مثلا على لونفيرونمون، نسيباريه على موسيقى، نسيباريه على يكونوا دي بارت تاع لي فريكونس. بلانتيليجونس ارتيفيسيال هي واش تعاود دير، تعاود تروجينيري لك هذيك لا بارت تاع لي فريكونس، هذيك لا بارت تاع لي فريكونس تعاود تعطيها لك، تسمى تشفع لا فوا تعاود تعطي لك لي فريكونس بيردو اللي انت سيباريتهم. فوالا جينيرالمون هذه هي الخدمه تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال. رجعت صعبه باش تفرق ما بين الفيديو الحقيقي والفيديو تاع الذكاء الاصطناعي. الحاجه الاولى واش يديروا، عندهم واحد الاداه لاستنساخ الصوت، يحط فيها قطعه تاع صوت تاع هذاك الشخص مثلا قد تكون فيها دقيقه او دقيقتين باش الذكاء الاصطناعي يعرف مليح يعني الصوت هذاك فاش هو يتكلم، يسجلوا عنده ومن بعد يولي يطلب منه نص يتكلم كما راهو حاب هو باي لغه. وما بعد واش يدير، يستعمل تقنيه الديب فيك يعيطولها، هي تقنيه قديمه ولكن حاليا الذكاء الاصطناعي خلاها تتطور وتافونسي بقوه. واش يدير هذاك الصوت يحطوه مع صورة تاع هذاك الشخص يولي يتكلم على حساب هذاك الصوت، تشوف يعني وتشو يتكلم على حساب الصوت هذاك اللي عطاوه له. وصعب باش تدير الفرق ما بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي. تدخل في البيراطاج على كل حال، وهاد الامور مازال ما وثقوهمش على كل حال لي بلاتفورم تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال باش دير ريكونيسونس تاع لو تامبر فوكال ولا. دونك كاين ناس دارت سوكسي دي مليون دو فيو في يوتيوب غير بغنا رومبلاصا شونتور بشونتور واحد اخر، حط الغنيه في بلاصتو، نحى الموسيقى رومبلاصا هكذا، طلقها في يوتيوب سي بون دي مليون دي فيو. مازال ما كاش قوانين تاع حقوق الطبع. قدمت اغنيه تاع جينيريك لا فوا فيمينين بلانتيليجونس ارتيفيسيال، عطيت لها لي بارول تو، عطات لي جينيريك واجد، تعطي لها الطبقات اللي تغني فيهم، تعطي لها كيما يقولوا المقامات اللي حاب تغني فيهم، تعطي لها الكلمات ايتو اللغه، هي وحدها تجينيري لك لا فوا، من بعد تحطها على الموسيقى اللي راك خادمها ديجا. اي سا كول، مازال ما نقدروش نستغناو على مهندس الصوت ولا على الكومبوزيتور ولا على البيت ميكر ولا مازال ما نقدروش نستغناو عليه، باسكو توجور كاين دي دوني تعطيهم له، لي بلاتفورم تاع الذكاء الاصطناعي كاين دي دوني تعطيهم له. ماشي نامبورت كال واحد زعما تجيب ما على باليش انا واحد اخر ما عندوش علاقه بالصون يقدر يمد هذوك لي دوني لا بلاتفورم اللي راك حاب تدي منها. دونك مازال ما نقدروش نستغناو على مهندس الصوت، كواكو الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي انا بيرسونيلمون نخاف منها بزاف، يقدر يجي نهار وين ما نسحقوش مهندس الصوت، يقدر يجي نهار وين ما نسحقوش كومبوزيتور. الذكاء الاصطناعي راه يعتبر حاجه جديده
في العالم، وكاين دوكا راهم يديروا في قوانين، ولا مثلا الشركات راهي بدات ديتيكتي كيما نقولوا هادو اللي يخدموا الامور الفيك. يعني صح في الوقت الحالي حتعتبر خطر كبير جدا، ويعني صراو حتى بعض الحوادث انهم خضوا واحد الفيديو تاع واحد الشخص وداروا به اشهار لمنتوج اخر، وكان كلش يعني كلش فيك كيما نقولوا، يعني كلش غير حقيقي. لهذا كاين واحد التكنولوجيا، هاد التكنولوجيا نقولوا بدات عندها واحد العامين ولا انتشرت بقوه، ولكن مازال ما راهمش يستعملوها الاخصائيين الكبار في الذكاء الاصطناعي. يقول لك هاد يعني هاد الفيك والسرقه راه الحل تاعها هو الان اف تي هو الحل تاع هاد المسرقه. يعني تولي مثلا انا رياض كتامي نحط قطعه محتوى فعلى احدى مواقع التواصل الاجتماعي، هاد الموقع التواصل الاجتماعي راح يديروا تكنولوجيا الان اف تي، كي ندير انا حاجه راح تعرف بلي هذيك موثقه بلي تاعي بتكنولوجيا الان اف تي، وكي تشوف عفسه واحده اخرى على بالك بلي هذيك ما راهيش موثقه باسمي، دونك على بالك هذيك بلي ماشي تاعي.